بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة نعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. القرآن الكريم أراد من وراء هذا التعبير أن يبين لنا الأسرار والفوائد التي تترتب على تنويع الوقت إلى ليل ونهار. طبعا احنا نعيش الليل ونعيش النهار في هذه الحياة ونرى بالحس وبالوجدان أن لليل فوائد وأن للنهار فوائد وأن لليل مزايا وأن للنهار مزايا. وبطبيعة الحال هذه المزايا كتب فيها الكتاب وشرحها العلماء بكثرة، لكن المراد من تعبير القرآن الكريم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ما هو؟ قطعا العلاج الإدخال. شنو معنى تدخل الليل بالنهار وتدخل النهار بالليل؟ طبعا مو المقصود المعنى بظاهره، لا، اكو حذف مضاف مثل ما يقولون. تولج الليل مكان النهار وتولج النهار مكان الليل، يعني بتعبير اخر ان كل جزء من الكرة الارضية يتعاقب عليه لونين من الوقت. قسم من الوقت هذا الجزء من الكرة الأرضية يكون نهار وقسم يكون ليل، وبالعكس اللي يكون ليل الآن يكون نهار من بعد الليل. يعني كل جزء من الكرة الأرضية يمر عليه فترة من الوقت يصير ليل ويمر عليه فترة من الوقت يصير نهار، يعني أن الوقت منوع لليل وللنهار. طيب ما هي الفائدة من ذلك؟ شنو الفائدة؟ طبعا ان الفائدة من تنويع الوقت الى ليل او نهار من اهمها، يعني من اعظم الفوائد، هو اختزان الحرارة اولا، بعدين النبات، ادامة النبات، حياة النبات، ادامة حياة الانسان، لان ما ممكن يبقى الوقت كل ليل، اذا ظل كل ليل تتحول الكرة الارضية الى جليد الى ثلج، واذا ظل الوقت كل نهار ستتحول الى رماد. فهل استمرار هذا التعاقب، تعاقب الليل والنهار، بطبيعة الحال أدى إلى أن يمكن أن تكون الكرة الأرضية محل الحياة. تنويع الوقت إلى ليل ونهار من أهم إعطاء الجسم فترة من الراحة وإعطاء الروح فترة من الحركة والانتشار. احنا نعرف بالضرورة أن الليل إذا صار الإنسان يميل به إلى الهدوء، يميل به إلى الراحة، يميل به إلى الاستقرار، وإذا صار النهار يحب السعي والحركة والانتشار. الجسد يريد فت قدر، يريد فت قسم من الراحة ويريد قسم من الاستقرار ويريد قسم من الحركة. جعل النهار للحركة وجعل الليل للهدوء. معنى قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني الليل مكان النهار والنهار مكان الليل. وإلا الليل شنو هو؟ الليل مو كيفية مضادة للنهار، لا، الليل عدم النور فيما من شأنه أن يكون نير، يعني المكان اللي ينوجد به نور يصير نهار، إذا وخرت عنه النور عاد ليل، يعني عاد إلى ظلمته. نبه لي، وهي نظرية أكو بي علمية دقيقة، ما أحب ما يعني ما أكو فائدة في استعراضها، بس المهم تنويع الوقت إلى ليل ونهار من أهم أهدافه، إعطاء الجسد حقه وإعطاء الروح حقه وتمكين الحياة من الاستمرار على سطح الأرض. طيب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا البحث فيه جوانب هامة، لو هذا المقطع
أولا المعنى الأول الذي يذهب إليه بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج العالم يعني من الجاهل وتخرج الجاهل من العالم، لأن العالم حي والجاهل ميت. زين، هنا عندنا شيء، عندنا أن العالم حي والجاهل ميت، هذا مسلم فيه الثاني مرة علينا برهن عليه، وعدنا أن الله عز وجل يطلع الجاهل من العالم والعالم من الجاهل، لا هذا مو مقبول. ليش؟ لأن الذي ينولد عندما يولد الإنسان يولد وهو خالي الذهن من المعارف، لأن العلم هو شنو؟ العلم هو عبارة عن حصول صورة الشيء بالذهن، فالصورة للشيء تحصل بالذهن يعلم بها الإنسان. مثلا أنا شلون أعرف أن النار حارة؟ ألمسها بيدي، إذا ألمستها الإيد تنقل الإحساس للمخ، المخ يأخذ فكرة بأن النار حارة، فالصورة تنطبع في ذهني أعلم بها. زين، كيف أعرف مثلا أن الجوع أفرض يسبب مآسي؟ لأن أشاهد نسبة الجرائم تكون عند الجياع أكثر من أي مكان آخر، أخذ فكرة منها المشاهدة، يحصل عندي انطباع فكري أعلم أن الفقر سبب من أسباب المشاكل. إذن العلم هو عبارة عن انطباع صورة للشيء بالذهن. زين، إيش وقت هو يصير الذهن حتى يصير بصورة الانطباع؟ طبعا من بعد ما ينولد الإنسان. إذا من بعد ما ينولد شلون رأسا يطلع من بطن أمه إحنا نوصفه بالعلم، او يطلع من بطن امه احنا نوصفه بالجهل؟ ما يمكن. من يطلع من بطن امه ما عنده علم ولا عنده جهل، خالي الذهن، يحمل مجرد استعداد. الله عز وجل يطينا الانسان ورقة بيضاء، يطينا الذهن صفحة خالية بيضاء، يحمل الانسان مجرد استعداد. اذا انولد من بعد ذلك اذا حصل محيط علمي يتعلم، واذا ما حصل محيط علمي نعم ظل بالجهل، يبقى جاهل. ما من شك أن الإنسان ساعة الولادة ما نقدر نعته، ما نستطيع أن ننعته بأنه عند علم، ولا نقدر نعته بأنه جاهل. فهي المسألة شوية تترتب عليها آثار مهمة، تترتب عليها مواضيع مهمة. شنو المواضيع المهمة؟ المواضيع المهمة أن إحنا نقول أن بعض المعارف تولد ضرورية عند الإنسان. شلون؟ مثل إيش؟ مثلا الأشياء اللي تصير وراثية عنده من يكبر ويترعرع، قانون السببية، قانون السببية ينولد بإيش؟ بالإنسان. هذا ليش أبحث لك إياه هذا؟ لأن هذا أكو بي بحث يتصل أن الإنسان يعرف خالقه بفطرته أم لا. مو الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الحديث عن جماعة جاهلين ما عندهم علم، وإذا كانوا ما عندهم علم شلون يقولون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله؟ لازم تكون في فطرتهم مركب في فطرتهم بعض القوانين اللي منها يعرفون وجود الله. شلون يعني؟ هسه أوضح لك. قانون السببية، قانون السببية هذا ينولد مع الإنسان. أنا الآن أشوف طفلي، لما اجيب له شيء الطفل هذا بعده ما عنده علم، ما عنده ادراك، يدرك الجزئيات ادراك بسيط بعده. هذا الطفل لما اجيب له فرد سلعة، اشتري له السلعة واجيب لها، يسألني منين هاي جبتها بابا؟ كأنه يؤمن بالسبب، يؤمن ان الشيء لازم الى مصدر، الى سبب. يسألني منين جبت لي هذه مثلا، هذا افرض البايسيكل منين جبت ليها، او افرض هالكرة الصغيرة منين جبتها لي. إذا الطفل يشعر في قرارة نفسه بقانون السببية. قانون السببية من الأشياء التي تولد مع الإنسان. مثلا قانون عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعهما. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا الطفل يعرف أن الدنيا لو ظلام لو ضوء، وحدة منهم، ما في شيء لا ظلام ولا ضياء، لا يصير الدنيا هم ظلام وهم ضوء، ما تصير هم ظلمة هم ليل وهم نهار، ما تصير، ولا تخلو من أن تكون ليل أو نهار، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل ما يقولون. زين، أكو قوانين فطرية ولدوا الإنسان، هاي ثلاثة أربعة
هاي شنو مهمتها؟ مهمتها حتى الإنسان عن طريقها يتعرف على وجود الخالق، عن طريقها يعرف وجود الله عز وجل. وما عدا ذلك ما نستطيع نصف الإنسان بجهل، ولا نستطيع أن نصف الإنسان بعلم. ما نقدر نقول أن الإنسان عندما يولد من بطن أمه يولد عالم، أو واحد يولد من بطن أمه جاهل، لا. ليش؟ لأن هذا خلاف، هذا خلاف الواقع وخلاف العدل أيضا. زين، الإنسان يولد يحمل استعداد، فلذلك لما تقول الآية الكريمة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، احنا نعرف ان المراد بالحياة حال الاخراج، والمراد بالموت حال الاخراج، ساعة خروجه من بطن امه. فما نقدر نقول ان الحي هو العالم والميت هو الجاهل. ليش؟ لان الانسان يولد ما يتصف بوحدة من هالصفتين، لا نقدر نوصفه بالجهل ولا نوصفه بالعلم، نوصفه بان خالي الذهن. زين، نرجع للشق الثاني من الدعوة، هل ان العالم حي والجاهل ميت ام لا؟ لا، طبيعي، هذا واقع. يعني انت الان لما تقعد لك يم جاهل، الجاهل بطبيعة الحال اشبه شيء بالميت اذا كان خالي من المعارف. نفسه تعيش في ظلام، في ظلمة، اذا ما عنده معلومات يعيش في ظلام، ميت يعني في الواقع. والعالم لا، يعيش في حياة. ولذلك انت ما تقدر تقيس الحياة، حياة الامم، الا بنسبة ما فيها من علماء. في واقع الامر حياة الامم تقاس بنسبة ما فيها من العلماء، مو بنسبة ما فيها من الناس. اكو شعوب ما بها علماء، عاشت وماتت انتهى امرها. او اكو شعوب لا والله بها علماء، عاشت وما ماتت. الشعوب اللي بها علماء ما تموت ابدا. العالم لا يموت، العالم فكر. الاشياء اللي تتلاشى وتتلف هي عبارة عن الاشياء المادية، اما الاشياء غير المادية هي ما يعتريها فناء. مو يقول الاديب اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، ولجها الميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. في واقع الامر ان العلم هو الحياة، بل لا حياة بدون العلم، لا حياة في واقع الامر بدون العلم. العلم اذا هو المقياس اللي بي تحيا الامم وبي تموت الامم. ولذلك احنا نلاحظ ان الدين الاسلامي مجد العلم تمجيد لا حدود له. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. اذا مشال بطريق يطلب علم سلك الله به طريقا الى اي علم كان، مو الا يعني كما البعض يعني يقول ان العلم مقصور على العلوم الدينية، لا لا. يعني تفرض اي علم من علم الطب مثلا، او علم الفيزياء مثلا، او علم الكيمياء، او علم الفلك، اي علم اذا وضعه الانسان لخدمة المجتمع لا شك انه نور له في الحياة وبعد الممات، ولا شك انه حياة، ولا شك ان الله عز وجل يكرمه ويمجده ويحترمه غاية الاحترام، لأن العلماء هم الذين يعرفون الله عز وجل. مو كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن العالم في واقع الأمر إذا توصل إلى نظرية أو توصل إلى قانون علمي يهتدي من وراء هذا القانون العلمي إلى وجود الله. ما ممكن أكو عالم ينكر وجود الله، مستحيل. نعم قد يوجد بعض العلماء معطلين منكرين، لا، لكن معطلين قد يوجد. المعطل يعني يقول لك انا ما اقدر اثبت اكو اله مثلا، لكن يقول ماكو، يطحكم انه ماكو، لا ماكو شيء، مستحيل. لانه العالم هاي مو لغة عالم، العالم ما يقدر يطيح حكم الشراي. العالم يقول الى الان ما ثبت عندي ممكن، لكن يقول ما اكو، لا يوجد هذا حكم، يعني انا بحثت واستقرأت وما لقيت شيء. هذا ما يقول الا الجاهل. تلقى هذا اللي عنده اربع كلمات هذا هو اللي يحكي الشراي، اللي عنده خمس كلمات مو عارفهن ها تو محصلهن هذا هو اللي يحكي الحكاية. والا اللي عنده علم ما يقدر يقول ما اكو اله، ما ممكن، لان هذا يؤمن بقانون سببية، يؤمن بقوانين علمية، يؤمن بان الصدفة هراء، ماكو شيء اسمه صدفة، محض هراء. اليوم قانون الرياضيات ينفي الصدفة اطلاقا، ماكو شيء اسمه صدفة. الكون كله خاضع لنظام دقيق،
ولذلك تلقى اللي عنده علم ما يقدر يقول ما اكو الله. لا قد يقول لك انا الى الان ما ثبت عندي، ما عندي وسائل للبرهنة عليها، لكن يقول ما اكو لا، اي ما يقولها عالم اطلاقا. ولذلك تلقى عباقرة العلماء، ارجع الى تاريخ العلماء الى دوائر المعارف في مادة علمة، شوف عباقرة العلماء كلهم يعترفون بوجود خالق. ما اكو عالم عبقري من الافلاس اللي غير وجه الكون لا يعترف بوجود الله، مستحيل. الا انا اقول لك الجهلة، هؤلاء الجهلة اللي الى الان نظرياتهم في الواقع نظريات سخيفة تهدم نفسها بنفسها، الها بريق استغلوا بها حالات معينة، صار لها بريق ايام قلائل وتلاشت. دخلنا نرجع الى الموضوع، العلم في واقع الامر العلم لا شك انه الحياة، والحياة بدون علم تشاركنا فيها ابسط الكائنات الحية. يعني شوف هاي الخلية الواحدة، خلية هاي البسيطة هي تشاركنا بالحياة، النبات هذا يشاركنا بالحياة، ابسط الكائنات الحية دودة من الديدان العادية اللي نسحقها بارجلنا شاركنا بالحياة. الحياة بدون علم ما لها قيمة. العلم في واقع الامر هو الحياة، واذا جردت الحياة عن العلم يعني حولتها الى مجرد حياة بيولوجية تافهة. زين، اذا العلم هو المقياس، هو مقياس رقي الامم، ولذلك الله عز وجل مجد العلم والعلماء واعتبر العالم هو روح الحياة. الحياة اللي ما بها علم ما بها روح. حياة في الواقع اشبه شيء بحياة البهائم، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. فسر هذا المعنى بموت العلماء، ان العالم اذا مات ترك مكانا لا يسده احد، يعني نقصت البشرية في قسم من المعارف. حتى لو قدر ان عالم الى علماء في نفس اختصاصه، لكن مع ذلك هو ما يخلو من فد شيء يميز عنهم، فمعناه نقصت الارض في حصة من الحصص. فموت العالم يعتبر كارثة، وحياة العالم ما من شك انها حياة للامة، وتقاس حياة الامم بحياة علمائها. ولهذا نرى الاسلام انه بمجرد ان جاء حمل لواء العلم، اول شيء حارب الجهل، حارب الامية وحمل لواء العلم، لان الجهل يجر الى مآسي، الجهل يجر الى مصائب. بس الفرق ان الانسان يكون يحسن استخدام العلم، واكو علم مع الاسف يخضع الانسان لخدمة المادة. يعني اكو بعض الناس يجيب علمه يحول الى وسيلة ارتزاق واستغلال، ما يظل بيه على مستوى رسالة. هذا العلم هيك علم يقود صاحبه الى النار. فالتفت للشاعر يقول اذا لم يجد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا واخلاقه حسنا، فبشره ان الله اولاه نقمة توليه حرمانا وتوسعه حزنا. فاليوم اكو حادثة صارت للحجاج، الحجاج جاي حج واصل الى مكة للحاج، شافك ازدحام في الكعبة الشريفة، قال لهم جيبوا لي طنفسة، جابوا له في الطنفسة يعني زولية بسيطة، جلس ويما منه يما الشعبي طبعا يعدوهم للعلماء، حاط له وسادة ومن تشي عليها قاعد يما. بالاثناء اجا واحد يطوف بالكعبة يلبي بصوت عالي، عند تلبية بصوت مرتفع يصيح لبيك لكن صوت يلفت النظر، قال لهم جيبوا لي صاحوا له. رفع الحجاج اليه رأسه، قال ممن الرجل؟ قال من ولد ادم وحواء. قال لا انا ما اقصد من هذا، اقصد انت من اين اتيت؟ قال اتيت من ظهر ابي وبطن امي. قال لا انا اقصد انت تنتمي الى اي بلد؟ قال ايش تقول؟ انا من اليمن. قال انت من اليمن؟ قال بلى. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ محمد ابن يوسف اخو الحجاج والي على اليمن. قال له كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ قال له خلفته خراجا ولاجا اكالا لباسا حريرا.
يلا انا ما جاي اسألك عن شكله، اقول لك شو يلبس او شو ياكل، اسألك عن سيرته عن اخلاقه. قال: تركته غشوما ظلوما عاصيا لله مطيعا للمخلوق فاسقا متهورا. قال: عجيب، اتقول ذلك وانت تعلم منزلته مني؟ انت تقول هالشكل وانت تعرف انه اخوي؟ التفت له قال له: اسمع، انا وافد على الله وزائر النبي وطائف ببيته، افتراني بمكاني من الله ورسوله اهون عليك من مكان اخيك منك؟ يقول للحجاج بعض احرجه سكت. قال له: اتم اعتبر اخوك لان اخوك، انا ضيف الله، انا وافد على النبي، انا فعلا في حمى الله، لازم تكرمني اكثر ما تكرم اخاك. الحجاج سكت ما تكلم، على بمجرد ان شافه غفل عنه انشل راح. الشعب يقول: تبعته الحكته. قلت له: يا هذا قف لي اليك حاجه. يقول: رفع راسه نظر الي قال: لا ولا كرامه لك، انت صاحب الوساده؟ انت اللي منتكي على المخده قاعده من الحجاج؟ قلت: بلى. قال: اما كان لك من دينك ما يردعك من الجلوس الى جانب هذا الظالم؟ اما كان لك من ادب القران ما ينهاك عن الارتماء على بساطه؟ والله يقول: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول: التفت الي، قلت له: انا رجل يعني مثلك محكوم ويرسل ورائي. قال لي: ما يخالف، يرسل ورائك وجبرك بوسعك تيجي تسلم عليه وتقوم، اما انت مرتاح وحاطي لك وساده ومنشرح وياه، اما تخشى ان تهبط من السماء عليه نقمه فتعمك معه؟ لازم يكون العلم الى ادب الى لياقه، انت عندك علم تحمل علم، هذا العلم انت اللي حامله تحمله حمل، هذا علم مو مستعمل محمول، كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. يعني يقول له: العلم لازم يأدبك، خليك تقف في وجه الظل، خليك تقيم الناس، خليك تكون مؤدب، خليك عندك دين. ففي واقع الامر العلم حياة والجهل ممات، وكل امة تقاس بمقياس عظمائها. تتصور الانسان خلي يحصل على جميع وسائل الرفعة بالدنيا، اموال وعمر طويل وضخامة جسد وقوة بدن وكثرة عشيرة وعظم شعب، كل هذا يروح يتلاشى. صدقني ان الدنيا كلها تتلاشى، لكن ما يتلاشى الفكر ابدا ولا يتلاشى العلم ابدا. يظل يوم من الايام اديسون حي، ويظل اينشتاين حي، ويظل المتنبي حي، ويظل ابن سينا حي، هذول ما يموتون اطلاقا، لانهم فكر. الكندي نعم ما يموت بالمرة، نظائر الكندي مثلا من هؤلاء العلماء الذين حملوا مش على العلم، هذول ما يموتون. يموت من؟ يموت الجاهل ولو كانت عنده اموال قارون. رأيت الغنى فكرا يعيش، وغيره وان ملأ الافاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وابوابه تبر، تهاوى رمادا الف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق فطر. في الواقع ان الفكر هو الذي هو الحياة، العلم حياة والجهل موت. ها يقول الزمخشري: وكل فضيلة فيها ثناء، رأيت العلم منها فيك أشنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. ارجع للآية. الرأي الاول ان معنى قوله: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني تخرج العالم من الجاهل والجاهل، وقلنا ان هذا الرأي لا سبيل الى قبوله. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن، ايضا هذا لا سبيل اليه، لا نقبل هذا الرأي. صحيح الكافر ميت وصحيح المؤمن حي. لا شوي التفت زين، لا تخدع بالظواهر. الايمان حياة وعدم الايمان موت. كيف؟ انا اسألك سؤال، هذا الانسان اللي عنده ثقافة وعنده علم واللي قتل نص مليون بقنبلة ذرية، نبه لي زين، الى الان
البشرية تعاني منها الى الان. البلدان اللي وقع عليها التفجير النووي تعاني من ويلاته واثاره. هذا تسميه انسان حي عند ضمير حي عند انسانية؟ هذا ابدا. وابيك الانسانية تكون حيث يضع الانسان علمه لخدمة الناس، هذا هو الحي. الايمان يحاول ان يسمو بالانسان، ان يجعل الانسان اداة للنفع. الانسان اذا كان لا يتعايش مع الانسانية تعايشا انسانيا ما تقدر تسميه انسان حي. الانسان اللي يعتدي على الانسانية ميت، والانسان الذي يخدم الانسانية فيما اراد لا شك انه حي. لا شك ان الايمان يستهدف خدمة البشر. الايمان وسيلة لرفع مستوى الخلق. اضرب لك يعني الفت نظرك لنقطة، يعني هذا اللي انا اسميه مؤمن متدين، ارجوك هذا اذا صلى يعني راح يزود ملكوت السماء، راح يزود السماوات الارض الكواكب. او هذا الفاسق المستهتر، هذا الصور راح يغير من واقع الدنيا شيء، ينقص الدنيا، ينقص الحياة، يوقف القوانين الطبيعية عن مسيرتها؟ ابدا. لا هذا يضر الله عز وجل ولا ذاك ينفع الله، هذا يضر الناس وهذاك ينفع الناس. المسألة اذا الايمان وسيلة لرفع مستوى الاخلاق، والكفر غالبا لان الكافر لا يؤمن بقيم ما عنده مانع ان يدمر الانسانية من اجل مطامع معينة. الانسان يطمع، الكافر يطمع، وقد يدمر الناس من اجل مطامعه. فالبعض يقول ان المقصود تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن. اللي ينفهم من ظاهر الآية ان الاخراج حال الحياة او الحياة حال الاخراج، يعني من يطلع وطنه ما يتصف بالمؤمن. اما من بعد ذلك يجوز، من بعد ذلك يصير. مثلا ابو لهب من عبد المطلب، صحيح ابو لهب كافر، عبد المطلب مؤمن. لاحظ بعض اولاد المسلمين اللي طلعوا كافرين، موجود هذا بعد ذلك يصير. لكن اذا قلنا ان تخرج يعني يطلع حي حال الاخراج وميت حال الخروج من بطن امه، بهالمعنى ما يصح ان نسميه كافر ومؤمن. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا نحمل الآية على ظاهرها ان معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني الميت بالظاهر، لانه ما اكو شيء يطلع من بطن الام هو ميت بالفعل، ميت بالظاهر. خل اوضح لك شلون، نبه لي. يعني الان بالنسبة للميت يعني اللي نسميه ميت ويمثلوا له بالنواة، يقولون النواية، النواية ميتة، والرطبة او النخلة، النخلة حية تطلع من عندها النواة الميتة. هاي النواة مو ميتة، ليش؟ لانها حية بالقوة. شلون حية بالقوة؟ مثلا انا هالبيضة الان اللي اشتريها فعلا هي بيضة ميتة، هي فعلا ميتة، لكن هالبيضة بالقوة شنو هي؟ دجاجة. اذا حصل لها حضانة وانحضنت تصير دجاجة. هي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة، هي جاي تتحرك من طريق الفعل الى القوة. نبه لي زين. اذا هي دجاجة بالقوة. كذلك الان الخلية فعلا خلية حيوانية، هي اول الامر نطفة ما بيها شيء، ما بيها، ما نرى عليها مظاهر حياة، لكن هي حية بالقوة. اذا سقطت في الرحم بمجرد سقوطها بالرحم تسعى للالتحاق بالبويضة، تألف الزيجوت مو الشكل، تأخذ تنمو. اذا هي انسان بالقوة. ولذلك هاي المسألة وين يثيروها الفقهاء؟ هاي المسألة يثيروها الفقهاء في الاجهاض. نبه لي، مو اكو الان الفقهاء مختلفين. اذا طبيب يجي الى امرأة يسوي لها عملية اجهاض، هذا هل لما يسوي عملية الاجهاض هل يعتبر قاتل ام لا؟ يعني عندما يسقط حمل المرأة نعتبره قاتل ام لا؟ بعض الفقهاء يقول الى حد قبل الاربعة اشهر ما يعتبر قاتل، لان الجنين من اول يوم الى اربعة اشهر ما بيه حياة، بيه نمو بس، ما نقدر نسميه قاتل. بعض الفقهاء يقول لا قاتل، لان هذا الجنين بمجرد ان يعلق في بطن امه من اليوم الاول يعني هو انسان بالقوة، هو تمام فعلا نسميه زيكوت، نسميه نطفة، لكن هو انسان بالقوة، راح ينمو، ينمو يصير انسان. فاذا اجهضها يعتبر قاتل،
هذا رأي الغزالي ورأي جماعة من الفقهاء، نبه لي، وهو رأي صحيح، رأي صحيح جدا في واقع الأمر، أن لعله العلم ما كان، بعض الفقهاء العلم ما كان متقدم عندهم، مو عارفين هالجانب، وإلا في واقع الأمر أن النطفة بمجرد أن تسقط في رحم المرأة هي في طريقها إلى أن تكون إنسان، فإذا كان في طريقها إلى أن تكون إنسان يعني هي إنسان بالقوة، هذا اللي يسميه كارل ماركس يسميه ديالكتيك، يعني الانتقال من حركة الفعل إلى القوة، يعني كل شيء يحمل نواة نقيضة، هو فعلا بيضة نقيضة دجاجة، هو في نفس الوقت دجاجة، هذا هو نفسه، نبه لي زين. إذن معنى قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يقول يعني النواة هذه اللي نسميها ميتة تطلع من النخلة، والنخلة اللي نسميها حية تطلع من النواة، الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاج. إنسان ينولد من امرأة ميتة يطلعون شول ولادة بعملية قيصرية، أو واحد ميت ينولد من واحد حي، يعني نحمل الآية على ظاهرها. زين، هذا الرأي الثالث، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، بعد وترزق من تشاء بغير حساب. هذا المعنى ترزق من تشاء بغير حساب انا سبق ان شرحته تفصيلا، لكن اكو مقطع من عند هذا الواقع يريد شوية توسعة. الحقيقة هذا المقطع هو احد الاراء، ان معنى قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب، اشوف لي فد واحد اتصدق عليه، لما اتصدق على واحد اتصدق بحساب، هذا ما اعطي صدقة الا اريد من الله عز وجل ان يعطيني عوض عنها، ابدال هالصدقة يا ربي خلصني من النار، ابدال هالصدقة اعطيني طول عمر، ابدال هالصدقة كثر رزقي، ابدال هاي صلة الرحم اعطيني فرشين، يعني انا اتصدق بحساب. كذلك اجا واحد صديق عندي من سفر، رحت لي زرته وديت له هدية، هالهدية اكو وراها حساب، يو اريد استميل وده اضمه الي كصديق، اريد منه عوض صداقة، يو لا، انا اعرف سبقا وسلفا ان هذا الفعل مردود علي، اليوم اودي له بتر هو يودي لي، عملية معاوضة، انا بتر صير عندي مناسبة يجيب لي. دائما احنا لما نسوي جميل حتى الحقوق اللي نطيها لله عز وجل نريد بدالها، حقوق شرعية اسويها امتثال لامر الله، ادفع الزكاة لأن الله أمرني، وإذا ما أعطيت الزكاة معناه أنا إنسان عاق عاصي لأمر الله وأتوقع أن أعذب، تخلصا من الشعور بالعذاب أدفع الزكاة، ما أنطي شيء إلا وأكو بي حساب، ما أتصدق بشيء إلا من وراء حساب. لكن هل أن الله عز وجل إذا أنعم على العبد بنعمة أو رزق العبد نوعا من الرزق أكو عند حساب مع العبد؟ طبعا لا، طبعا ما يكون عنده حساب ويا العبد اطلاقا، لان الله عز وجل يعطينا كل انواع النعم ولا يريد منا شيء، الله تبارك وتعالى اساسا هو الغني اللي يريد شيء المحتاج، يعني انا عندما اسوي جميل وانتظر رد الجميل لاني محتاج لرد الجميل، انا اخاف عندي خوف، انا ناقص اريد اكمل نقصي، لما انطيك وامل انك ترجع لي يعني سرني بهذا، تكمل عندي شعور بالنقص، لكن الله الكامل، الله عز وجل الغني، الله المتفضل، الله يعطي ولا يريد عوضا، ينشر الخير للبر وللفاجر. لا تتصور عطاء الله عز وجل يقف عند فئة خاصة، لا، المسلم ينعم بعطاء الله، والكافر ينعم بعطاء الله، والمعطل ينعم بعطاء الله، جميع ما في الوجود مفتقر الى الله والله يفيض عليه. الباري عز وجل يطي البلبل ويطي العقربة ويطي الحية والشكل ويطي الطائر الغريد الجميل ويطي الانسان المؤمن ويطي الانسان الكافر، لان مسألة حياة، افاضع ليهم الحياة، لما افاضع عليهم الحياة يتعين ان ينطيهم حاجتهم، خلقهم ولما خلقهم كل يرزقهم، لان الخالق هو الرازق، وإلا يصبح الخلق عبد، اذا خلقهم ولم يرزقهم الخلق يصير عبد، فلا بد من العطاء تخلصا من العبد، نبه لي زين، لا بد، لان الله عز وجل لا يصنع العبد حتى بالمصائب. شو دلتفت؟ يعني الان لا سمح الله الانسان يصاب بمصيبة،
يموت اخوه. لما الله عز وجل ياخذ منا اخوه لازم يعوضه. شي يعوضه؟ يعطيه اقل مما صنع معه. اذا اعطاه اقل صار ظلم، لانه اعطاه الاقل. ليش يظلمه؟ يموت اخوه يعطيه اقل من اخوه. اذا اعطاه المماثل يعطيه بقدر اخوه يصير عبث، وكان لازم يبقي لاخوه. ليش ياخذ اخوه يعطيه بقدره؟ اذا لا، اذا الشيء تعين لازم يعطيه الاكثر، لانه لما اخذ اخاه كون يعوض بما هو اكثر. نبهلي. وذلك محض العطاء ومحض اللطف، يرزق من يشاء بغير حساب. اكو جماعة يكفرون بوجود الله عز وجل، لا يعترفون بوجوده، لا يحسنون، لا يعبدونه، مع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنهم شآبيب رحمته يمدهم. ليش؟ لان انما يعجل من يخاف الفوت. وين يروح هذا؟ هو في قبضة الله عز وجل. وين تتصور ينتهي؟ يعني هذا وين؟ الى اين؟ الى اي مكان يروح؟ او لابد من المعاد، يوم من الايام لابد وان يعود الى خالقه ليؤخذ منه الحق. ولهذا السبب الحسين اراد يوم العاشر من المحرم ان يذكر هؤلاء جبناء الاوباش اللي هجموا على عائلة الرسالة. حسين قالهم يا شيعة آل ابي سفيان، ترى هذا التعبير شوية من الحسين سلام الله عليه، تعبير الى دلالة. لما يقولهم يا شيعة آل ابي، شنو المقصود من عنده؟ المقصود ان هذا ابو سفيان وجماعته معروفة اوضاعهم، ذولة بطولتهم دائما من بعد الموت، اعتداء على الموتى، اعتداء من بعد المعركة. بالفعل مثل ما اجى هذا ابو سفيان هو وزوجته، اجى الى حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، بقرة وبطنة وطلعوا كبدة، لاكت كبدة وضعته في فمها ولاكته، وهو اخذ رمحة حطة على خد حمزة، اتكى عليه حتى اخرجه من الجانب الثاني، قال ذق يا عقق. هذه هم بطولاتهم، اغلب بطولاتهم من النوع. الحسين يقولوا انتوا معروفين، انتوا اتباع هؤلاء يا شيعة اهل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. اولا اذا انتم تدعون مسلمين خافوا المعاد، لان الله غدا سائلكم عن هالمجموعة من الاطفال اللي مروعيهم وهالمجموعة من النساء. ان كنتم لا تخافون المعاد، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا الى احسابكم، كنوا احرارا في دنياكم، كنوا عربا كما تزعمون. اذا تعرض العربي يستنكف يعتدي على مرأة، عيب عليكم. العربي يربع بنفسه ان يتعدى على مرأة. العرب تحترم المرأة، تكرمها غاية التكريم. قلهم هذه عائلة رسول الله، هذا بين اظهركم فعلا رحل رسول الله، هذه عائلة النبي، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. عند ذلك انكفأت عليه الخيل والرجال، صاح منادي يقصدوه بنفسه، واخته تبعث اليه بصوتها وهي على التل المعروف بالتل الزينبي، صيح يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا امرك الى الله. اراد ان ينهض بعد بي بقايا حياة، نهض سقط الى الارض، نهض ثانيا سقط، بالثالثة قال ويحكم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. فانكفأت عليه الخيل والرجال واخته تلاحقه بصوتها داي ولا تسمع عتابي ونخواي. وين
اكثر ما طلعت وصلت الى باب الخيمة. الحسين كان موصيها قال له خي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، لا يكون تجين تحاولين ان تخجلين امام الجيش او وحدة من النساء يبدو عليها الجزع تخالف ما امر الله. وفعلا جمعت العيال والاطفال منعتهم من الخروج الى ان جن عليها الليل. لما جن عليها الليل طلعت بالليل البهيم الى جسد ابي عبد الله. اليك جيت خويا بعدوة الليل، اشرب دمع واقبع بالغويل، تميل الرزايا من الضامل، احمل ضايات بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم وفقنا لما يرضيك، تجاوز عنا واختم لنا بالعاقبة الحسنة، قلنا على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.